السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى إن شاء الله أن تكون أحوالكم على خير وبخير. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتم مجموعة من الحلقات أو سلسلة الحلقات التي أقوم برفعها حول الدراسة في دولة هولندا بالنسبة للمغاربة ومواطني العالم العربي. كما وعدتكم في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى كيفية البحث عن تدريب في دولة هولندا، وسوف أريكم مجموعة من المواقع باللغة الإنجليزية وباللغة الهولندية من أجل البحث عن تدريب والتواصل مع شركات ومع وكالات ومع مصانع في دولة هولندا من أجل يعني التدريب، سواء لطلبة الذين يدرسون حاليا في دولة هولندا أو طلبة من خارج دولة هولندا. كما تكلمت في الفيديو السابق سوف تجدون رابط الفيديو في الوصف إن شاء الله. نبدأ مع هذا الموقع الأول الذي هو يعني إيراسموس أنترن، موقع صراحة مشهور ومعروف. يمكنك البحث عن أي تدريب أو أي فرصة عمل خارج البلد الذي أنت تقيم فيه في أي مكان في أوروبا. تأتي إلى هنا، تختار البلد الذي تريد أن تشتغل عليه، هنا نيدرلاند، وتقوم مثلا أنا قمت يعني ب يعني نبحث عن كلمة for example water. And يمكننا هنا اختيار حتى المستوى التعليمي الذي يقومون به يعني يقومون بطلبه، سواء الباشلر او ماستر او يعني شيء من هذا القبيل. تقوم يعني هنا بمجموعه من الاختيارات، لاحظت توجد مجموعه من الفرص حتى يعني مده، يمكنك اختيار مده التقديم من 6 اشهر الى 11 شهرا. كما ان يعني يقومون كذلك بالتاكيد يعني بالتعويضات الماليه او بدون تعويضات ماليه، فول تايم بارت تايم جوب. وكذلك يمكنك اختيار لغة التدريب باللغة الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية. كما نرى أمامنا مجموعة من المعطيات، نضغط هنا على وتر في دولة هولندا ونترقب يعني ها هو التدريب الأول، Internship Project in Electrochemical Capture of CO2 from ambient air. يعني هذا تدريب له علاقة بالماء والبيئة، سوف يكون في يعني فيه يعني توجد فيه تيسيز، يعني هو المشروع مشروع يعني مرب يعني مشروع نهاية التخرج أو مشروع نهاية التدريب. بعد نهاية التدريب سوف تقوم بإنجاز يعني مقال حول ما قمت بتعلمه في هذا التدريب. هنا توجد معلومات حول يعني مدة التدريب 6 أشهر، يعني آخر أجل التاريخ يعني إصدار هذا التدريب وآخر أجل للتقديم إليه، وبعد المعلومات هنا عن التدريب. من أجل يعني معرفة المزيد يمكنك الضغط على read more وسوف يحيلك يعني على موقع آخر أو نافذة أخرى من أجل معرفة المزيد حول هذا التدريب وكيفية إجراءات التقديم إليه. لاحظ هنا يعني مجموعات عامة والريكويرمنت، ماذا يعني ما هي شروط قبول هذا التدريب، ان الليفل اوف ستاديز باشلر، يعني يطلبون اقل مستوى ان يكون لديك الباشلر. وهنا معطيات اخرى حول التدريب ومجموعة من المعلومات. يعني هذا هو الموقع الاول الذي يمكنك البحث فيه عن تدريب في دولة هولندا او اي دولة اخرى حول العالم. يمكنك يعني البدء بهذا الموقع، ممتاز صراحة، وتوجد فيه حتى ميزة ديجيتال اوبورتونيتيز، يعني نظرا إلى الظرفية الحالية التي يعيشها العالم، فمجموعة من المواقع ومجموعة من المؤسسات وفرت هذه الخدمة، أي التدريب عن بعد أو العمل عن بعد أو الدراسة عن بعد. يعني يمكنك من هنا يعني البحث عن مجموعة من الفرص عن بعد وأنت في منزلك، ويمكنك الاستفادة من تدريب في دولة هولندا. بالنسبة للموقع الثاني كذلك فهو موقع إيراسموس Internship and Placement. هذا الموقع هو نوعا ما يمكن سوف يقومون يطلبون منك تأدية ربما مبلغ مالي. أنا لم أجرب هذا الموقع مسبقا، لكن يعني نظرا إلى جودة الخدمات التي يوفرونها فهم يقومون بطلب يعني مقابل مادي مقابل توفير تلك الخدمة. لاحظ أن هذه الخدمة تشمل يعني مساعدة في مدى استمارة التقديم، مساعدة في إنجاز السيرة الذاتية متماشية أو متوازية مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. يعني مجموعة من المساعدات يقومون بتوفيرها لك عبر هذا الموقع. لاحظ هنا أن المقابل المادي هو 440 أورو، مبلغ ليس بالسهل، لكن يعني كما قلت يسهلون عليك مجموعة من المعطيات، مجموعة من المعلومات يقومون بتوفيرها لك من أجل التسجيل. تضغط على apply here وتقوم بإرفاق معلومات وبيانات عنك وماذا تريد وماذا ترغب، يعني التدريب، ما هو نوع التدريب، مجال التدريب،
مستوى اللغات لديك، وإذا كان يعني أنت ترغب في مجال معين فهم يوفرون لك هذه المعطيات، لكن كما قلت بمقابل مادي. بالنسبة للموقع الثالث هو internship in the Netherlands go overseas، سوف أترك لكم رابط هذه المواقع إن شاء الله في الوصف إخواني الكرام. لهذا أدعوكم من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التوصل بكل جديد. صراحة سلسلة ستكون نار 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 إن شاء الله. سوف أحاول يعني رفع كل المعطيات وكل المعلومات التي أعرفها عن الدراسة في هولندا. سوف يكون إن شاء الله أكثر من 20 فيديو في هذه السلسلة. نسأل الله يعني أن يسهل أمرنا إن شاء الله وتعم الفائدة للجميع. يعني هنا تأتي وتختار مدينة مثلا، هم هنا يعني تختار مثلا أمستردام اندستري، المجال الذي تريد التدريب فيه، راح هنا البيزنس كوميونيكيشن ديزاين، مجموعة من الميادين. وهنا تختار يعني أنت تريد في الصيف، في الربيع، في العطلة الصيفية، على مدار السنة، يعني هم يعني أنت تختار ماذا تريد. فنأتي هنا نضغط على بزنس ونترك يعني الآخر ونضغط على يعني سيرش. سوف يحيلنا الموقع على مجموعة من التدريب، internship in Europe, traveling for created something like that, intern board with a startup in Amsterdam. لاحظ هنا مجموعة من التدريب في مدينة أمستردام الساحرة. سوف نرى هذا التدريب ماذا يوجد فيه، ما هي الشروط. لاحظ هنا فيديو about ما يعني هنا have you always been experienced what's like about، هنا معلومات عن التدريب وماذا سوف ترى في هذا التدريب. يعني موقع صراحة هائل، حتى هو يعني يسهل لك يعني مجموعة من المعطيات والتقرب والوصول إلى مجموعة من الشركات في دولة هولندا من أجل القيام بتدريب. لاحظ هنا يعني حتى يعني المدينة والمدة والمجال يقومون باختيارهم لك في هذا الموقع. يعني لاحظت البارحة عندما كنت أتصفح هذا الموقع أنهم أضافوا خانة جديدة تهتم بالأونلاين بروجرام، وتهم يعني لاحظ هنا دراسة اللغة الإنجليزية، العمل عن بعد، دراسة عن بعد، التدريب عن بعد، تطوع عن بعد. يعني كما قلت يعني الجائحة الحالية ليست للأشياء السلبية، وإنما الأشياء الإيجابية فيها هي هذه، يمكنك يعني التدرب والدراسة عن بعد وأنت في منزلك والاستفادة من شواهد دولية. بالنسبة للموقع الثالث عفوا الموقع الرابع هو أمامكم، يعني يمكنك يعني كتابة التخصص الذي تريد مثلا، فنكتب water كما أقوم عفوا، فهم يعني مسبقا قاموا بتوفير يعني مقترحات، فنختار مثلا human hospitality أوكي، فنختار يعني التوريزم مجال السياحة. وهنا يوفرون لك يعني يقومون بإعطائك أنه لا يوجد يعني published past 3 days past 2 weeks فنرى. يعني مهم يعني أنت تتصفح الموقع، هاي يعني نافذة أو نافذة الموقع أمامكم، يمكنك تصفحها ومعرفة يعني المعلومات التي تريدها من هذا الموقع. وأنصحكم بالتسجيل فيه، فهو مجاني لكي تتوصل مجموعة من الرسائل في مجالك الذي سوف تقوم باختياره عندما تملأ الاستمارة. بالنسبة للموقعين الآخرين صراحة هذا الموقع لم يشتغل لي نظرا للمتصفح، أنا أستعمل متصفح أوبرا وهم يعني يطلبون يعني كروم أو فاير فوكس، أنا لا أتوفر عليه حاليا. يمكنكم يعني سأترك لكم الرابط إن شاء الله في الوصف من أجل يعني تصفح هذا الموقع. والموقع الأخير عفوا فهو متوفر فقط باللغة الهولندية، حاولت يعني أن أرى كيف أقوم بترجمة هذا الموقع، لكن يوجد فقط باللغة الهولندية للهولنديين الذين للأشخاص الذين عفوا يتكلمون اللغة الهولندية. لاحظ هنا يوجد تدريب يعني مع تعويض ب 500 أورو في الشهر، صراحة تدريب هائل بالنسبة الطلبة الذين يدرسون حاليا في دولة هولندا. مهم الإخوان، هذا كل ما يخص بالنسبة الحصول على التدريب في دولة هولندا بالنسبة للطلبة القادمين من خارج دولة هولندا. كما قلت الذين يدرسون في دولة هولندا فكل ما عليهم هو التوجه إلى المكاتب المخصصة لذلك في الجامعات والمعاهد التي يدرسون فيها، وهم سوف يقومون بتوجيههم إلى الإجراءات. بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يرغبون في الدراسة في هولندا أو التدريب في دولة هولندا وسكان الوطن العربي الجميل، فكل ما عليهم هو زيارة هذه المواقع والتواصل مع الشركات وبدء إجراءات التقديم لحصول على تدريب في دولة هولندا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إخواني الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومن أجل التوصل بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.